اخيرا يلا نجربهم. دي جلام باوت بيرفكت شاين ليب بلمبر، اخر واحده في الكوكب هتجربهم، بس اتس ورث ذا ويت. سمعنا ريفيوز كتير ان هم ما يستاهلوش وان هم حلوين قوي، انا عارفه ان هم هيطلعوا تحفه، يلا بينا نجربهم. جبت درجاتهم كلها وهجربهم كلهم قدامكم. هبدا النهارده بالدرجه دي واسمها بيتشي كين، هحط شويه ليب لاينر، يلا نجربه. مش هندوس كتير بقى. بصوا شفيفه اهي، خليتها تشقق. خطير، تحفة تحفة، لونه تحفة. الناس اللي بتحب الهايدريشن وبتحب الترطيب وبتحب الجلوس هتحبه جدا. انا كنت عارفة ان انا هحبه على فكرة. قولولي ايه رأيكم في الدرجة، انا حبيتها قوي. مش بيكبر الشفايف بس بيخلي الشفايف كده جوسي وفيري باوتي. بيتشي كين ابروفد. طبعا جبتهم كلهم من ايف بيوتي ستور. يلا قولولي انهي درجة بقى اجربها الفيديو الجاي.